بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في درس جديد من دروس سلسلة قراءة وكتابة نتائج التحليل الإحصائي، درس رقم 6 مع قراءة وكتابة نتائج تحليل الثبات للاستبيان بطريقة ألفا كرومبخ وصدق الاتساق الداخلي لمحاور الاستبيان. كتير منا بيطلع الاستبيان، بيطلع الثبات وبيطلع صدق الاتساق، لكن ما بيعرفش يعلق عليه بالطريقة المنهجية اللي بتتكتب في الأبحاث. طبعا بداية الدرس ده عشان تتابعوا اللي حاصل فيه وازاي طلعنا النتائج، لازم تتابعوا 3 دروس في سلسلتي الأولى. تتابعوا الدرس رقم 12 اللي هو Compute Variable، ازاي يتم حساب متغير جديد اللي هو المحور الأول والثاني والثالث، وتتابعوا درس رقم 42 اللي هو Correlation Person تيست اللي هو ازاي اجيب معامل الارتباط بين الفقرة وبين المحور الذي تنتمي له، واتبعوا درس 72 اللي هو الفا كرومبخ ريلابيليتي، حساب الثبات باستخدام الفا كرومبخ. يعني الدرس ده اللي قصدنا هو حصيلة 3 دروس، 12 42 72. النهاردة هنتعلم ازاي حصلنا على النتائج دي، طيب ان ازاي نوظفها، ازاي نكتبها في بحث التخرج او بحث الماجستير او الدكتوراه. طبعا النتائج بتكون بالمنظر ده، خلونا نستعرض النتائج. شكل الجداول بتاعه الثبات بتكون بالمنظر ده. ده طبعا الثبات بتاع الفا كرومبخ، طبعا ثبات الفقرات كلها 14، بعدين بجيب ثبات المحور الاول 5 فقرات، بعدين بجيب ثبات المحور الثاني 5 فقرات، بعدين بجيب ثبات المحور الثالث 4 فقرات، طبعا باختلاف عدد الفقرات لديك في الاستبيان المعني بالدراسه. انا هنا عامله لكم اختبار على استبيان صغير مكون من 14 فقرة فقط، 5 و5 و4. بعدين ببدأ أحسب معامل ارتباط المحور كل فقرة من فقرات المحور الأول بالدرجة الكلية للمحور الأول، فسميت فقرات المحور الأول V1 V2 V3 V4 V5 وحسبت معامل الارتباط، ونفس الكلام عملت معامل ارتباط فقرات المحور الثاني بالمحور الثاني، وبعدين عملت معامل ارتباط فقرات المحور الثالث بالمحور الثالث بالدرجة الكلية اللي أنا حسبتها منين؟ من إنشاء متغير جديد اللي هو الدرس رقم 12. أتمنى تراجعوا السلسلة الأولى، لأن السلسلة الأولى هي الأساس، إحنا دلوقتي مجرد بنقرأ النتائج. طيب طبعا في ملاحظة مهمة جدا قبل ما نبدأ نعلق على النتائج دي، إنه لازم لاحظوا معايا هنا، خلوني أكبر لكم الجدول ده. الكيسز كام؟ لاحظوا معايا عدد الكيسز كام؟ نكبر تاني اهو. طبعا الكيسز عندي كام؟ الفاليد 30. دي عينه استطلاعيه، يعني قمت باجراء الثبات والفاليديتي، الصدق والثبات، الريلابيليتي والفاليديتي على عينه استطلاعيه 30، ثم تم استبعادها من العينه الاساسيه، ودي نقطه محل اشكاليه بتواجه طلبه كتير في الابحاث، انه بعد ما بيخلص عينه الاستطلاعيه 30 يكمل عليها. يعني مثلا لو هو عنده عينته 300 او 400 يدخل ال 30 في العينه، وده المفروض مش صحيح. الاصح انك تستبعد ال 30 دول خالص من العينه، وتبدا تمرر الاستبيان على عينه جديده من خارج ال 30 الاولانيين اللي انت مررت عليهم. فهنا العينه الاستطلاعيه 30. طيب لو احنا طلعنا الثبات وطلع اي حاجه اقل من الرقم اللي المفروض احنا ما ننزلش عنه، يعني مثلا في الالفا كرومبخ المفروض ما ننزلش عن 70%، في الفاليديتي المفروض انه اي فقره تكون مرتبطه بالمحور سواء ب1 ستار او ب2 ستار. لو طلع فيه اي فقره ما فيش جنبها ستار، يعني معامل الارتباط بتاعها 30% 20% 10%، فبتكون الفقره دي اسمها ان فاليد، يعني لازم نستبعدها من الاستبيان لان صدقها واتساقها الداخلي اقل وغير دال معنويا. طيب فاحنا طبعا بنعتبر دلوقتي، طبعا الكلام ده احنا شرحناه في الدروس السابقه كتير، فانا بعتبر دلوقتي معايا انه انا عندي بيانات كلها valid، يعني خلاص انا حذفت وعدلت وظبطت بحيث انه كل الفقرات اللي عندي هي valid. طيب خلونا نكتب ونعلق عن الكلام ده ازاي. هنا الاستبيان لاحظوا معايا الرقم ده، ده معامل ثبات الفا كرومبخ للاستبيان كله اللي هو عدد الفقرات 14. بعدين يلي لو نزلنا تحت كده هنلاقي معامل، ده 750، معامل ثبات الخمس فقرات المحور الأول،
يلي طبعا 750 رقم مقبول لانه انا عندي الحد الادنى 70، يلي 804 من 1000، ده معامل ثبات المحور الثاني، فقرات المحور الثاني وعددها 5. يلي اخر حاجة عندنا 795 من 1000، وهو معامل ثبات المحور الثالث. طيب اعلق على الكلام ده ازاي؟ اكتب الكلام ده ازاي؟ بمنتهى السهولة واليسر هفتح صفحة وورد وهحط تيبل انا اللي عاملاه بنفسي، زي ما قلت لكم انه التيبلز انا اللي بحطها بنفسي، ما باخدش ابدا نسخ ولصق من الاس بي اس اس خالص، لانه الاس بي اس اس التيبلز كلها انجلش، وانا اذا بكتب بالعربي فانا بكتب بالعربي. حتى لو كنت بكتب بالانجلش، حتى لو كنت طالب طب او طالب هندسه او طالب ساينس او اي تخصص بكتب بالانجلش او مبتعث، حتى طلبه الابتعاث مش مسموح لهم انهم ياخدوا كوبي بيست من الاوتبوت بتاعت الاس بي اس اس، يقول لك لازم تعمل انت الجداول بنفسك، تعمل الجداول الخاصه بيك انت بديزاين انت كباحث شايفه انه انسب حاجه. فبنحط الجدول ده، بنقول المحاور، عدد المحاور وثبات المحور والثبات العام للاستبيان. ما عندي 3 محاور، المحور الاول عدد الفقرات 5، تكتب عدد الفقرات او عدد العبارات عادي، فقرات عبارات اي حاجه. المحور الأول 5، المحور الثاني 5، المحور الثالث 4، مجموعهم 14 فقرة. ثبات المحور الأول 750 من 1000، ثبات المحور الثاني 804 من 1000، وثبات المحور الثالث 795 من 1000، والثبات العام للاستبيان اللي هو ألفا كرومبخ لل 14 فقرة ككل 0.877، يعني 877 من 1000. طبعا القيم كلها أكبر من 70 بمقياس نانلي اللي هو قال طبعا إنه لازم القيم. طبعا كتبت ايه هنا؟ لاحظوا معايا كتبت ايه؟ للتأكد من ثبات أداة الدراسة على عينة استطلاعية مكونة من 30 وقد تم استبعادها من العينة الكلية. لازم تكتب الجملة دي، مهمة قوي عشان تبين للمشرف والمحكم ان انت ما رجعتش دخلت العينة الاستطلاعية تاني في العينة الكلية. بعدين بعلق على الجدول، بقرأ النتائج اللي هي بتاعت الجدول، بقرأها وبقول انها قيم كلها valid، بقول انه معامل الثبات العام مرتفع بدرجة 877 من 1000، وثبات المحاور تراوح بين كذا كحد أدنى وبين كذا كحد أعلى، ويدل على أنه ثبات تتمتع بدرجة عالية بمقياس نانلي، وممكن تحط المرجع الريفرنس بتاع نانلي ده اللي هو قال أنك ما تقلش عن 70% عشان تعتمد أنه good reliability. طبعا في استبيانات يا جماعة بتكون 10 محاور، عشان كده يفضل الاختصار، يعني يفضل اقول انه تراوح الثبات ما بين كذا كحد ادنى وما بين كذا كحد اعلى، مش ان انا افضل اقول ثبات المحور الاول بلغ كذا فيما بلغ ثبات المحور الثاني كذا وثبات المحور الثالث كذا وثبات المحور الرابع كذا. هذا يسمى استطالة، لانه الارقام اوريدي مكتوبة في الجدول فوق، فانت ما فيش داعي تكتب نفس الكلام اللي في الجدول بس تكتبه تحت بطريقة السرد، خطأ. انت خلاص الجدول هو بيبين كل حاجة، انت بس تعلق تعليق مختصر تحت الجدول تذكر اكبر قيمة واقل قيمة واللي في النص يتراوح بينها واضح. ده بالنسبة للتعليق على الفا كرومبخ. طيب واحد هيقول لي لو انا في البداية عملت الالفا كرومبخ ده ما طلعش اصلا 80%، طلع 60%، وكنت بستخدم طريقة اف ديليتد اللي هي انا شرحتها في الدرس، اتمنى تروحوا للدرس 12 والدرس 13 في السلسلة الاولى. هقول لك انه الكلام ده مش بيتكتب في البحث، يعني انت روح اعمل اف ايتم ديليتد، وروح احذف فقرات من الاستبيان، واحذف فقرات مثلا فقرات كانت 14 وفي كام فقره طلعت ان فاليد بعدين فضلت احذف لحد ما وصلت الفقرات 10، خلاص روح احسب الثبات مره اخرى على 10 ولازم يطلع فوق ال 70 تكتبه. لكن ما تحطش التيبلز بتاعت اف ايتم ديليتد انه كان الثبات 60 ثم حذفت الفقره كذا فاصبح الثبات 70 ثم، لا انت ممكن تذكر بس انه كان عدد فقرات الاستبيان 20 وبعد حذف الفقرات يعني التي تتصف بعدم الثبات فتقلص عدد الفقرات الى كذا، يعني ايه في جمله واحده، لكن لا داعي ابدا لسرد الجداول بتاعت اللي هي اف ايتم ديليتد. اوكي طيب كده خلصنا التعليق على الالفا كرومبخ زي ما انتم شايفين صفحه واحده ما قل ودل، يعني لو صغرتها لكم كده اهو ادي التعليق على الفا كرومبخ، وطبعا بحسب فقرات المحاور عندك. انا عندي هنا 3 محاور فالجدول بالمنظر ده، عندك 5 هيبقى 5 6 7 وهكذا. طيب دلوقتي عايزه اعلق على الاتساق الداخلي، وهو ارتباط كل فقره بالمحور الذي تنتمي له. قلنا ان احنا بنحسب بيرسون كورليشن، هنا مثلا ادي المحور الاولاني،
بحسب طبعا على فكره الطريقه دي ممكن اعمله على مره واحده، يعني احط الكورليشن المحور الاول مع كل فقرات، وممكن اعملها على 5 مرات، يعني اقول المحور الاول مع في 1 واطلع اوتبوت، بعدين المحور الاول مع في 2 واطلع، فبتطلع 5 تيبلز تحت بعض، لكن احنا عشان اختصارا للتيبلز فبنعملها مره واحده، وبنهتم بالعمود الاول فقط اللي هو معامل ارتباط كل فقره مع المحور الاول، يعني الرقم ده 580 681 751 672 537، طبعا كلهم بعد الفاصلة، لاحظتوا معايا؟ فأنا بهتم بهذا العمود الأول فقط. طيب إزاي أكتبه؟ أكتبه بالطريقة دي. صدق الاتساق الداخلي، وقد جرى التحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبيان بحساب معامل الارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات المحاور الثلاثة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS فيرجن 23، والجدول التالي يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الأول والدرجة الكلية للمحور الأول. وحط التيبل، أنا عندي 5 فقرات، أحط كده فقرات المحور، احط ارقامها 1 2 3 4 5، معامل الارتباط احط القيمه بتاعت بورسون كورليشن وقيمه الدلاله اللي هي السيجنيفيكانت. طيب خلونا نصغر عشان احط لكم ده جنب ده عشان تشوفوا ده طلع منين. اهو احنا قلنا ههتم فقط بالعمود الاول، لاحظوا معايا اهو ههتم فقط بايه؟ بالعمود الاول، ده العمود الاول فقط. اوكي، فهنا الفقره الاولى معامل بيرسون كورليشن لها، معامل ارتباطها بالدرجه الكليه للمحور 5.580 وجنبها 2 ستار، ليه؟ لان السيجنيفيكان لها اقل من 1%. الفقره الثانيه 0.681 وجنبها 2 ستار لان السيجنيفيكان لها 0.00. الفقره الثالثه معامل الارتباط لها 75% وطبعا 2 ستار لانه السيجنيفيكانت القيمه الاحتماليه لها صفر. والفقرة الرابعة 0.672 برضو جنبها 2 ستار لأن السيجنيفيكانت لها زيرو. والفقرة الأخيرة 5.37 بعد الفاصلة وهنا السيجنيفيكانت 2 من 1000، أيضا 2 من 1 أقل من 1%. فكل معاملات الارتباط جنبها 2 ستار، لاحظتوا؟ 2 ستار 2 ستار 2 ستار 2 ستار 2 ستار، ما فيش 1 ستار، هنشوف في اللي بعد كده في 1 ستار. فبكتب إيه؟ فبحط تحت التيبل ان الكورليشن سيجنيفيكانس ات 001، ات ايه؟ 001 0.01، ما بحطش الثانيه بتاعت 5 لانه هنا ما فيش اي حاجه سيجنيفيكانت عن 5، هي كلها سيجنيفيكانت عند 1 بس. فبقول من نتائج الجدول السابق نجد ان معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المحور الاول والدرجه الكليه للمحور الاول داله احصائيا عند مستوى معنويه 1 من 100، حيث كان الحد الادنى لمعاملات الارتباط 0.537 فيما كان الحد الاعلى 0.751. مفيش داعي ان انا اذكر كل معاملات الارتباط لان تخيل لو انت عندك فقرات المحور 10 هتقعد تقول الفقره الاولى معامل ارتباطها كذا والفقره الثانيه معامل ارتباطها كذا، لا انت تحط ما بين تراوح ما بين كذا وكذا. وعليه فان جميع فقرات المحور الاول متسقه داخليا مع المحور الذي تنتمي له، مما يثبت صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور الاول. كده بنفس الطريقة أعلق على فقرات المحور الثاني وعلى فقرات المحور الثالث بنفس الطريقة، وأقول إنه كده تم حساب الصدق الاتساق الداخلي للاستبيان ككل. يعني هنا مثلا لاحظوا معايا فقرات المحور الثاني، لاحظوا معايا في هنا 1 ستار، يعني هنا 2 ستار وهنا 2 ستار، لكن هنا 1 ستار. لماذا 1 ستار؟ ليه؟ لأنه سيجنيفيكانت كبيرة، السيجنيفيكانت بتاعتها 4 من 100، لكن برضو ما زالت دالة إحصائية عند إيه؟ عند مستوى 5%. فبحط تحت الجدول إنه 1 ستار دالة عند 5% و2 ستار دالة عند 1%، ونفس الكلام وأيضا المحور الثالث هنا 2 ستار 2 ستار 2 ستار 2 ستار، فكله هحط بس إنه 2 ستار دالة إحصائيا عند 1%. كده كل الفقرات المحاور مرتبطة يعني كل فقرة مرتبطة بالمحور بتاعها. فأقول في الآخر أهو أدي المحور الأخير
عند 1% كلها، اقول علي فان جميع فقرات المحور الثالث متسقه، هقول علي ومن خلال نتائج الثبات والصدق الداخلي في الجداول السابقه اللي هي 4 جداول يتضح لنا ثبات اداه الدراسه اللي هي الاستبيان بدرجه مرتفعه وصدق اتساقها الداخلي، مما يجعلنا نطبقها على كامل العينه. هكذا نكون قد انهينا درسنا قراءه وكتابه نتائج الثبات والصدق بالألفا كرومباخو بالاتساق الداخلي لمحاور الاستبيان. أتمنى تكونوا استفدتم من درسنا السادس النهاردة. شكرا لاستماعكم، نلتقي إن شاء الله في دروس قادمة. الحقوق الفكرية محفوظة لقناتي التعليمية أسماء المرغني، لا أسمح بنسخ المواد التعليمية وبيعها على اسطوانات بأسعار رمزية أو غير رمزية، ولكن بالطبع أسمح بمشاركة الروابط في أي مكان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.